السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. طبعا جمعة مباركة اليوم عليكم بإذن الله. أكيد اليوم 12 رمضان، تمنيات الجميع بتمام الصحة وربنا يتمم هذا الشهر على خير ويتقبل منكم جميع الطاعات. طبعا الحمد لله وكفى والصلاة على الرسول محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم إن شاء الله يمكن حسب الطلب ويمكن كمية الطلبات حول الكناري، يعني إنه يا أخ محمود أدينا فكرة اشرح لنا عن الكناري. اليوم راح أشرح عن موضوع مهم الآن إحنا بصدد بنفوت عليه، وهو أكيد غيار الريش أو القلش أو الفترة التي تبدأ بها عصافير الكناري بمرحلة القلش أو غيار الريش. طبعا باختصار هي تبدأ أكيد من شهور الصيف، والتي تمر بإن شاء الله الشهر القادم. الآن بداية تحضير للقلش وهو شهر 6 القادم، 7 8 ثلاث شهور، هدول أقل شيء يجب أن تكون أخي المربي عنايتك تامة بالعصافير. طبعا من ناحية الطقس أكيد مش لازم يكونوا في مكان الشمس فيه عمودية أو رأسية عليهم، يجب أن يكونوا في مكان على الأقل مظل. تاني شيء يا أخي عليك أن تقوم بوضع الطعام المحبب في الصيف، وهو جرجير أكيد والخيار والتفاح، هذول الثلاثة يعني يجب التنويع فيهم للكناري، لأنهم بيحتووا على المياه وهم بيخفضوا من حرارة جسمه في فترة الصيف وفي غيار الريش. يعني هذا الموضوع ممزوج بحاجتين، أول حاجة غيار الريش والأكل حتى المفضل لتخطي هذه المرحلة، والمفضل أيضا في الصيف، يعني موضوعين في قلب واحد. إذا يا أخي عليك أول حاجة مثل ما حكينا تكون المكان مظل، يعني بعيد عن الشمس، مش بالضرورة يكون يعني حوالين تكييف حوالين مراوح، لا أنا ما بطلب منك تحط لهم لا مراوح ولا تكييف، بس أقل شيء يكونوا في مكان مظل بعيدا عن الشمس، أو ألا تكون الشمس ساقطة بشكل عمودي على العصافير. الناحية الثانية الأكل، وهو الاهتمام من ناحية الخضار مثل الجرجير الخس أيضا والخيار والتفاح من الفاكهة، لأنهم يا إخواني كلهم بيحتوا على المياه، يعني التنويع لهم خصوصا في فترة الظهرية، يعني ركزوا على هذه الأطعمة في أوقات الظهر التي تكون بها الشمس مشتدة أو درجات الحرارة عالية، كما تعلمون بأنها عند المساء تنخفض بعض الشيء. إن حبيتوا تقدموا يعني البيض المسلوق ما في مشكلة، إما الصبح بدري يعني في فترة الصباح الباكر، أو إما في المساء أفضل لأنه أخف على معدة العصفور بإذن الله، مع المراعاة التامة يا أخي دائما أن تهتم بالمياه. المياه جزء لا يتجزأ من الوقاية في فترة الصيف للكناري وغيره من العصافير، أن تقوم بتنظيف المياه أول بأول لأنها تحمل فيروسات أكيد بسبب الطقس، يجب أن تقوم أول بأول بتنظيف المياه وعدم ركنها وتركها. وأيضا أكيد يا أخواني إن استطعت أن تضع بعض المياه في علبة أو في يعني حوض صغير من الاستحمام للعصافير، هي تفضل دائما تبريد حرارة جسمها في فترة الظهرية، ضع لها بعض من الماء في كوب أو في علبة أو في حوض صغير من الاستحمام يخفض من حرارة جسمها. يعني هي هذه العوامل الأساسية. أكيد النظافة جزء لا يتجزأ، أنتم كلكم بتعرفوا أنا دائما بحث عن النظافة للوقاية أكيد من أمراض كثيرة، ركز على النظافة بشكل كامل، الأرضية تماما، البياضة، العش، السقاية، كل شيء يجب أن تنظفه كويس خصوصا في الصيف. هذا يا أخي يعني هي الفترة، هذه هي النصائح وهذه هي الإرشادات المهمة لك في فترة القلش أو غيار الريش بالنسبة لعصفور الكناري، وهذه لا تقتصر فقط على الكناري، هي نفس الإرشادات لجميع أنواع العصافير، منها الببغاويات، البادج، الكوكتيل، الروز، الفيشر، الببغاويات كلها، حتى الدر، كل هذه العصافير والبلابل، حتى الزيبرا، كل هذه العصافير تحتاج منك هذه الإرشادات. في النهاية أكيد من له سؤال استفسار عن موضوعنا أو غيره أنا بانتظار كل أسئلتكم. تعلمون جيدا القناة لدينا صندوق الوصف يوجد به رابط صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا جروبنا على الفيسبوك النشيط جدا وهو نفيد ونستفيد بنخبة من المختصين والإخوة المشتركين، زورونا أكيد على جروبنا نفيد ونستفيد عبر الفيسبوك، أكيد الانضمام لنا بيشرفنا. وأكيد أسئلتكم أسفل هذا الفيديو أنتظرها في صندوق التعليقات، ورقمنا الخاص بالواتس أب موجود عندكم أيضا في صندوق الوصف، كلها طرق بإذن الله للتواصل. تحياتي لكم أينما تكونوا، وجمعة مباركة وهي الجمعة الثانية من رمضان، ربنا يتقبل منكم جميع الطاعات. تحياتي لكم أينما تكونوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.